تواصل دار الأوبرا تنفيذ خطة إحياء ذكرى رموز وأعلام الإبداع والموسيقى، وأقامت دار الأوبرا احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد، وأحيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي على المسرح الكبير. للمزيد في سياق هذا التقرير. ضمن خطة إحياء ذكرى رموز وأعلام الإبداع المصرية، أقامت دار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد، فعلى المسرح الكبير تألقت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وقدمت مجموعة مختارة من أعمال الفنان منير مراد. دي مئوية موسيقار عظيم من جيل الرواد، الموسيقار العظيم منير مراد، وحاجة جميلة جدا ان احنا بنحتفل بيه وبنعمل له احتفالية كبيرة، وطبعا مقدمين بعض من ألحانه الجميلة، لكن هو طبعا تاريخه كبير جدا، فطبعا مش محتاجة حفلة واحدة، محتاجة اكتر من حفلات. يعني نتشرف ان احنا بنعمل للموسيقيين العباقرة الراحلين دول، فيا رب دايما كل ذكرى لأي حد بتبقى مش عبء، بتبقى حمولة كبيرة قوي علينا كمطربين في دار الأوبرا. تضمنت الاحتفالية فيلما تسجيليا استعرض مشوار منير مراد ولقطات من محطاته الفنية وأهم أعماله التي رسخت في وجدان الجمهور، مثل أوبريت قاضي البلاج وأوبريت هنا القاهرة، كما اشترك جميع المطربين في أداء يا مصر قومي وانهضي التي اختتمت بها الاحتفالية. منير مراد من الملحنين والفنانين والناس الكبيرة قوي اللي بتخلينا نفتخر بالفن المصري العربي. منير مراد عنده تنوع في الألحان مش طبيعي، ما حصلش. يعرف يعمل اللي يضحكك، يعرف يعمل اللي يخلي الواحد حزين، يعمل الرومانسي، بيعمل الوطني. النهاردة طبعا المشاركة مميزة شوية، لأن منير مراد من الألحان اللي هي الخفيفة الجميلة بتعجب الناس جدا، وطبعا تحس ان هي سهلة، بس هي مش سهلة، هي صعبة جدا. جمع الاحتفال بمئوية منير مراد بين مشاعر الحنين لزمن الفن الجميل وذكريات الألحان الجادة الخالدة التي مزجت البهجة بالأصالة وباتت علامات بارزة في تاريخ الموسيقى العربية.